اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الف خادة دجاج بطريقة جدا غريبة ومختلفة. عنا حوالي كيلين فخاد بدنا ننقعهم. اول شي هن متلجين، بس بوقت النقع الخلطة اللي بدي احطها رح يفك عنهم التلج. قبل ما نبلش بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي بحط ملح، كمان رح حط خل. طريقة غريبة وجديدة رح اعملكم اياها، وان شاء الله رح تعجبكم. حطيت حوالي كوب صغير خل، كمان رح حط بابريكا، نص ملعقة صغيرة. هيد الملعقة أصغر من الصغيرة من اللي بنستعملها. نص ملعقة صغيرة فلفل أسود. خلطهم منيح مع بعض. بسم الله. بعد ما خلطتهم هلأ بغطيهم بنايلو. بتركن منقوعين ساعتين على جنب، بحطن على المجلى، ما بحطن بالبراد عشان متلجين. اكيد نحن عم نقيهن يدوب عنهم التلج، عشان هيك حطيتن على المجلى، والا لو كان ما في عليهم تلج بنحطن بالبراد. ننقعن ساعتين بالبراد. هول الفخاد بعد ما نقعتن ساعتين وداب التلج عنهم منيح، بدنا نكفي مع بعض الطريقه. رح حط هلا بدنا نعمل الخلطة انا وياكم. رح حط طحين، بسم الله، ملعقة طعام، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. حطينا خمس معالق طعام طحين. نعمل خلطة غريبة وجديدة. عنا هيدي البيرة حلال، خالية من الكحول، ابدا ما فيها كحول. بافاريا شراب الشعير، بحطها فوق طحين. ممكن بس اخفقن احتاج بعد طحين. هلا بشوف حسب الحاجة برجع بزيد. بدنا نخفقن مع بعض لهولي. بسم الله. بدي اشوف القوام للخليط اذا بعد بدي احط طحين ام لا. بتأكد من سماكة الخليط. بعد بدي احط شوية طحين. رح حط كمان 3 معالق طعام، يعني حطينا 8 معالق طعام طحين. برجع بخلطهم مع بعض لينخلطوا. بسم الله. خلطتن هيدا القوام المطلوب اللي بدي اياه. هيدا القوام كتير رائع. هلا بدنا نحطن على الفخاد. بدي انقلن من هيدا الجات على جات نضيف، عشان هوني
في بأرضه كتير صفى الخل وهيك. أنا بدي إياهم يكونوا شوي ناشفين وليمتصوا الطحينة، الخلطة اللي عملتها أنا وياهم. بعتقد هيدي الخلطة كتير جديدة وأول مرة بتنعمل على اليوتيوب. بحط الخليط اللي عملته، شفتوا السماكة؟ سماكتهم كأنه عم نعمل بانكيك. خلطهم مع بعض. بعد ما حطيت الخلطة فوقهم بغطهم بالخلطة منيح، بعملهم بستيك بهيدي العودة عشان يعلق عليهم الطحينة ينشف شوي. شو بعمل؟ بحطهم بهيدا الشكل، بعملهم بهيدي الطريقة ليصفي عنهم طحين. بس ينشف شوي طحين عليهم برجع، يعني حوالي دقيقة تقريبا برجع بعمل بهيدي الطريقة، بشيل من الخلطة برش عليهم ليعلق شوي طحين من الخليط اللي عملناه. اكيد عم حمي الزيت ليحمى الزيت، برجع ببلش قلي انا وياكم. بعملهم بهيدا الشكل هن معلقين، وهلا بدي بلش قلي انا وياكم. بس حمي الزيت، هلا بدنا نبلش قلي بالفخاد. بدي لكم شغله كمان، الغاز ما عملته عندي اعلى شيء درجه 6، انا حطيتهم على درجه 5. نبلش قلي. بسم الله، حطيت عليهم اول مرة جمد طحين شوي، عليهم نشف طحين شوي، رجعت مرة تانية حطيت عليهم طحين. هلا عم نشيلهم ونقليهم. بسم الله، هلا بتركهم ينقلوا، برجع بقلبهم على الجهه الثانيه. هيدي طريقه الدجاج اللي عملتها انا وياكم، بتطلع كرانشي شوي، سامعين؟ وما بيحشي زيت القشري ابدا، ما بتحشي القشري زيت، بيطلعوا ناشفين من برا، من الداخل بدنا نشوف كيف طلعوا مع بعض. شايفين كيف ناشفين كتير؟ بدنا نشوف من الداخل. بسم الله، واو ما شاء الله، بتطلع كتير جوسي طرية، ما بتطلع ناشفة. إذا شايفين بتطلع كتير طرية ما بتطلع ناشفة، شفتوا كيف؟ ومستوية. هذه خلطة الدجاج اللي عملتها أنا وياكم بالطريقة الجديدة، بتمنى تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.